هنا. السلام عليكم الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. انا حمزه فريح، تلميذ ثانويه القدس التاهيليه سلك بكالوريا. اليوم كنشاهدوا ان التلاميذ خرجوا بواحد المظاهره السلميه لسبب ان النتائج ديال الدوره الاولى تاخروا عليهم. من الاسباب هو كاين سبب مباشر واحد، لان النتائج ديال الاسدس الاول تاخروا على التلاميذ. يعني بحال دابا كتلقى الاستاذ كيتماطل واحد شويه في انه يدخل النقاط، كيعطلهم التلميذ ما كتخرجش ليه النقطه، كيدخل الاسدس الثاني هو ديجا معول على ان النقطه ديال الدوره الاولى تخرج ليه. بحال دابا حنايا التلاميذ ديال سلك بكالوريا كيلقى عنده واحد التخوف ديال انه ما يكونش جايب النقطه في الدوره الاولى، خصو ضروري يكون عارف هو، يعني هو كيلقى راسو معطل ما عارفش الدوره الثانيه علاش هيبازي. يعني كاينين بزاف ديال المشاكل. هما ماشي مطالب اكثر ما انهم حقوق خصهم يتلباو لينا. بحال دابا خاص الشبكه ديال المسار انها تجدد وتكون احسن من هادشي اللي عليه دابا. يعني بحال دابا كيكون عليها واحد غير شويه ديال الضغط، ما نقدروش نقولوا انه ضغط كبير. كتبغي تدخل غير تشوف النقطه ديالك كتلقاها ما خدامش، كتبقى ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار بلا ما كاينعش، عقليش باغي يعرف النقطه ديالو ما كيقدرش. كاينين بزاف المشاكل الاخرى ان حتى الاساسي ده شويه شويه ما نكذبوش كيتماطلوا، يعني ما كيديروش خدمتهم كيحطوش النقطه وتعدوا الاسباب ما نقدروش نكذبوا في هذه. انا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.